السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة فلسطين، واليوم نعيش مع فترة عصيبة مرت بتاريخ فلسطين، فترة صراع عنيف مرت به هذه الأرض على امتداد مئات السنين بعد تفسخ مملكة بني إسرائيل على أرض فلسطين، وبعد ابتعاد الناس فعليا عن المنهج القويم في تلك الأرض. الاحتلال والصراع على أرض فلسطين أصبح الآن سمة واضحة منذ هذه اللحظة، بحيث تأتي أمة فتزيل الأمة التي سبقتها وتحل مكانها، ثم تأتي أمة أخرى فتزيل التي قبلها وتحل مكانها، وهكذا. مكان فلسطين فعليا كان له أثر كبير جدا على وضعها بشكل عام، خاصة أن هذا الأمر أدى إلى كثرة الاحتلالات على أرض فلسطين، لأن فلسطين موقعها كما ذكرنا في حلقة ماضية موقعها استراتيجي بكل معنى الكلمة، وفلسطين لأجل ذلك كانت نهبا لكل من أراد أن يتحرك، وصارت تشبه طريقا مزدحما تأتي السيارات فيه يمينا ويسارا، وكل واحد يدعي أن هذا الطريق لها. العرب قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن يأتيهم المبدأ الذي عاشوا عليه كانوا دائما سلبيين، لأنهم لم يكن لهم شيء يجمعهم بشكل كامل، فخاصة أن الأمة التي كانت تحكمهم في ذلك الوقت أصلها كما ذكرنا في حلقة ماضية من الخارج. مع ذلك الآن عندما جاء البابليون وأخرجوا بني إسرائيل وحكموا هذه الأرض هم قوة خارجية، فالعرب في ذلك الوقت الكنعانيون أخذوا الأمر بسلبية كالعادة. ما إن مرت على هذه الأرض وعلى هذه البقعة 50 عاما تقريبا منذ أن دخل نبوخذنصر إلى مدينة القدس وسبى الأسرة الحاكمة التي كانت بني إسرائيل فعليا آل داود عليه الصلاة والسلام، لكن بعد مرور مئات السنين طبعا بعد داود عليه الصلاة والسلام، ما إن مرت 50 سنة حتى تداعت الدولة البابلية تحت أقدام الإمبراطور قورش الفارسي، الذي تمكن من الدخول إلى أراضي الإمبراطورية البابلية في عام 539 قبل الميلاد، ويصل حتى يأخذ فلسطين ويصل حتى حدود مصر. الآن من هو قورش الفارسي؟ قد تفاجأ عندما أقول لك إن بعض العلماء يرى أن قورش الفارسي كان موحدا، بل إن بعض العلماء المسلمين يدعي أن قورش الفارسي قد يكون هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم، قد يكون ذلك لا ندري، لكن عموما قورش تذكر بعض الروايات أنه كان موحدا. التوراة إلى حد ما تميل إلى هذا الكلام، لكنني لا أريد أن أخذ بهذه الفكرة، لكن ليس عندنا دلالة واضحة على أن قورش هل كان أنه كان فعلا ذو قرنين أم لا. لكن الذي يجب أن أقوله هنا هو أن الادعاء الذي يدعيه البعض بأن ذا القرنين هو الإمبراطور اليوناني الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني، ذلك ادعاء غير صحيح، لأن الإسكندر المقدوني يقينا لم يكن موحدا، يقينا لم يكن الشخص الذي ذكر في القرآن الكريم، لا ذهب إلى الشرق ولا ذهب إلى الغرب. وهذه قوة قورش، لماذا؟ لأن قورش ذهب شرقا وذهب غربا في رحلات مختلفة يعني بشكل كبير، وكانت له شخصية منفصلة إلى حد كبير عن بقية الملوك الفرس الذين أتوا إلى هذه المناطق، ليس فقط فلسطين وإنما بلاد فارس، وحتى الوصول إلى مناطق الهند يعني غربا ووسط آسيا أيضا شمال غربي من أو الشمال الشرقي من بلاد فارس، وغربا حتى وصولهم إلى فلسطين بشكل كبير. لذلك قال بعض العلماء إن قورش كان ذو القرنين أو أنه كان موحدا على الأقل، لكن بغض النظر ربما قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون صحيحا، نحن متى سنعرف ذلك؟ لن نستطيع أن نقرره الآن حتى يأتي تأويل القرآن يوم القيامة ونعرف عند ذلك إن كان فعلا هو قورش أم لا. لكن بغض النظر يهمني الآن أن أنظر إلى الأمر نظرة سياسية بحتة. فبالنظر السياسي إلى الاحتلال الفارسي لأرض فلسطين فعليا بعد بابل في عام 539 قبل الميلاد، يتبين لي أن قورش
إن لم يكن موحدا أو يعني حتى إن لم يكن هو ذي القرنين، فإنه على الأقل نستطيع أن نقول إنه كان ذكيا جدا ومحنكا سياسيا. لماذا؟ لأنه عندما دخل بابل وجد فيها مجموعة تسكن في بابل من الغرباء، وهم أسرة حاكمة سابقة، عمره الضعف الذي وصلت إليه إضعافها مضى عليه حوالي 50 سنة تقريبا، وهم بنو إسرائيل، وكانوا ما زالوا يتمسكون بالتوحيد في هذه المرحلة. فبالتالي رأى أن استغلال هؤلاء الناس الذين اسمهم بنو إسرائيل في هذه المرحلة يعني يمكن أن يفيد هذه الإمبراطورية الفارسية. هذا إذا نظرنا إلى الموضوع مرة أخرى نظرة سياسية بحتة بعيدة عن موضوع التوحيد أو غير ذلك. فلهذا جاء قرش الفارسي لأول مرة في تاريخ فلسطين بفكرة جديدة اسمها وكلاء الاحتلال إن صح التعبير، يعني أراد أن يأتي بوكلاء عنه، هو سيكون محتلا لهذه الأرض لكنها بعيدة عنه إلى حد ما، يعني هي في أقصى الغرب بالنسبة لإمبراطوريته المترامية شرقا بالذات، خاصة أنه وصل إلى وسط آسيا. لذلك كان من الأفضل أن يأتي بمجموعة أقلية، مجموعة من الأقليات تحتاجه، ويسلمها حكم هذه الأرض باسمه، يعني وكيل عن الاحتلال الفارسي. فهنا يكون احتلاله احتلالا رخيصا. هذه الفكرة على فكرة حدثت لاحقا في التاريخ كثيرا حتى في عصرنا الحاضر، يعني فكرة وكيل الاحتلال اللي هو يعني عملاء الاحتلال إن صح التعبير، هذه موجودة الآن وعرفها البشر بشكل كامل، لكن في ذلك الوقت كانت أول مرة تطبق على أرض فلسطين من خلال قرش الفارسي بنظرة سياسية بحتة بعيدة مرة أخرى عن موضوع التوحيد وغير ذلك. الآن هذا الأمر استدعى أن يعرض على بني إسرائيل الأسرة الحاكمة الموجودة الآن بالمنفى، علما أنها لم تكن، ذكرت ذلك في حلقة ماضية، لم تكن مستعبدة في بابل، وإنما نقلوا إلى بابل فقط من باب أن لا يقوموا بثورة مضادة ضد البابليين، لذلك نقلهم نبوخذ نصر إلى بابل. فهذه الأسرة الحاكمة ما زالت فيها في ذلك الوقت يعني هذه الأنفة، لأنهم لم يمر أكثر من جيل واحد فعليا في هذه المرحلة. فلذلك عرض عليهم قرش الفارسي أن يأخذهم إلى فلسطين، أن يعيدهم ويسلمهم الحكم والقيادة الدينية، ولكن باسم الفرس، بمعنى أن يكونوا حكاما في فلسطين وتحديدا العاصمة القدس، لأنه هو يعني لماذا القدس؟ لأن القدس هي المنطقة التي سقط فيها آخر حكم لبني إسرائيل من خلال إسقاط مملكة يهودا على يد نبوخذ نصر، فلذلك أعادهم إلى القدس. عرض عليهم هذا الأمر، وهناك عدد منهم وافق وهناك عدد لم يوافق وبقي في بابل، وهؤلاء مجموعة كانت ترى أنه يعني لا حاجة فعليا للعودة إلى الحكم وغير ذلك، بينما نحن نعيش سعداء إن صح التعبير في بابل، خاصة الآن مع الاحتلال الفارسي كلنا أصبحنا في الهم سواء. فبالتالي بنو إسرائيل الذين سيعودون إلى فلسطين ويسلمون مدينة القدس وما حولها باسم الفرس سيكونون وكلاء عن الاحتلال الفارسي، وهذه هي فكرة الاحتلال الرخيص في التاريخ التي جاء بها قرش الفارسي وطبقها على أرض فلسطين. من هنا بدأ بنو إسرائيل يمارسون هذا الدور لأول مرة، لم يكونوا حكاما هذه المرة وإنما كانوا وكلاء عن الاحتلال يعملون معه، وهذا الأمر زاد من الفجوة بينهم وبينهم أقلية بينهم وبين الغالبية العربية الوثنية الموجودة أصلا في فلسطين، أنهم يحكمون من قبل احتلال ووكلائه اللي هم بني إسرائيل في ذلك الوقت. يبقى الأمر على ذلك حوالي تقريبا نتكلم حوالي 530 أو حولها قبل الميلاد حتى سنة 332 قبل الميلاد، عندما دخل الإسكندر المقدوني إلى فلسطين ويدخل معه اليونانيون إلى فلسطين بعاصفة كبرى. يعني الإسكندر المقدوني كان يشبه عاصفة كبيرة جدا وسريعة جدا، في خلال سنوات قليلة تمكن من مد إمبراطوريته من
منطقة وسط البلقان، لذلك هو يسمى الإسكندر المقدوني، من وسط البلقان المتأثر فعليا في ذلك الوقت بالحضارة اليونانية باعتباره يونانيا في ذلك الوقت، حتى وصل إلى الهند. يعني في خلال سنوات قليلة قضى على يعني مجموعة إمبراطوريات، كان على رأسها الإمبراطورية الفارسية. الإمبراطورية الفارسية كانت تحكم كل هذه البقعة، لكنه جاء وقضى عليها في عدة معارك سريعة جدا، علما أن الإسكندر المقدوني كان شابا في ذلك الوقت، ولم يكن متزوجا ولم يكن عنده أبناء، فيعني كان شابا طموحا يريد أن يسجل اسمه في التاريخ. ولماذا البعض يظن أنه الإسكندر المقدوني؟ لأن أقصد ذو القرنين. لماذا يظن بعض الناس أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين؟ لأنه كان يظهر في العملات وهو يضع يعني يلبس مثل القرن هكذا أو قرنين هنا، فبعضهم يظن أنه هو ذو القرنين لأجل ذلك. وهذا الكلام يعني لا أميل إلى أنه صحيح، بالعكس أنا أميل إلى أنه لم يكن كذلك، لأن اليونانيين بشكل عام في ذلك الوقت لم يكونوا على التوحيد، وكانت عبادتهم معروفة، عبادتهم وثنية، لم يختلفوا بشكل يعني كامل عن العبادة التي أو الوثنية التي عرفناها على مدار تاريخ اليونانيين، آلهة الآلهة مثل زيوس وغيره من هو كبير الآلهة وجبال الأوليمب وغيرها من الأفكار، هذه كانت موجودة في ذلك الوقت. لكن هذا الحكم اليوناني عندما دخل إلى فلسطين وجدها على ذلك الشكل، أن الشعب الغالبية العظمى تحكم من قبل من؟ من قبل أقلية اسمها بنو إسرائيل، وهذه الأقلية تحكمهم باسم الإمبراطورية الفارسية. فلذلك عندما جاء الإسكندر المقدوني اليوناني واستلم الحكم في هذه المنطقة، رأى أن من السهل جدا أن يتابع الحكم بنفس الطريقة، فصار بنو إسرائيل الذين كانوا مرتبطين بالفرس صاروا الآن مرتبطين بمن؟ باليونان، ويبدأ حكم طويل جدا من هذا الحكم اليوناني، من هذا العصر اليوناني حكم طويل امتد حوالي 270 سنة تقريبا، لكنه لم يكن طبعا بقيادة الإسكندر وحده. الإسكندر المقدوني مات بعد وصوله إلى الهند بفترة قصيرة، ولما لم يكن له في ذلك الوقت أبناء، ولم يكن له لا أبناء يعني ولا زوجة ولا غيره، كان فقط وحده شاب أعزب في هذه المرحلة، فقد تقاسم قادة جيشه الدولة، فقادة الجيش قسموا البلاد بينهم وحكموها، ومن هنا وقعت فلسطين فعليا في صراع، في منطقة صراع بين البطالمة الذين حكموها في عام 323 قبل الميلاد والسلوقيين الذين حكموها في عام ابتداء من 312 قبل الميلاد. طبعا الحكم السلوقي كان أطول من حكم البطالمة. طبعا البطالمة والسلوقيون نسبة لمن؟ نسبة للقائد بطليموس والقائد سلوكوس، وهؤلاء القادة قادة جيش يونانيون فعليا كانوا في جيش الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني. ولذلك وقعت هذه الأرض فلسطين في منطقة صراع يوناني داخلي، وهذا الصراع كان طويلا وامتد يعني فترة طويلة جدا، واستغلها بنو إسرائيل لاحقا. يعني بنو إسرائيل كانوا من يأتيهم في فترة البطالمة كانوا يحكمون باسمه، ثم بعد ذلك عندما جاء السلوقيون أيضا كانوا يحكمون باسمه، ولكن السلوقيين كانوا أشد على بني إسرائيل، كانوا يريدون أن يحولوا ديانة هذه الأقلية من التوحيد إلى الوثنية، فحاولوا إجبارهم على الوثنية، ولكن هذا الأمر أدى إلى يعني ثورات ومشاكل. ولاحقا بدأ بنو إسرائيل يفكرون بالاستقلال وإعادة الأمجاد القديمة في هذه الأرض، فحدثت ثورة معروفة في تاريخ هذه المنطقة اسمها ثورة يهوذا المكابي أو الثورة المكابية في عام تقريبا حوالي 160 قبل الميلاد. وهذه الثورة نتج عنها لاحقا خلال 20 عاما نتج عنها إنشاء دولة مستقلة لبني إسرائيل، استقلت إلى حد ما عن الحكم السلوقي اليوناني. هذه المرحلة كانت تسمى فترة ملك أو مملكة الحشمونائيين كما يسمونها اليوم،
بالعبرانية. هذه المملكة امتد حكمها فعليا ما بين عام 140 قبل الميلاد حتى عام 37 قبل الميلاد تقريبا، يعني لنقل حوالي 103 سنوات، ولكن لم تنتهي مباشرة، هي بدأت تتفسخ فعليا بعد أن مر عليها 70 سنة. بعد 70 سنة في عقدها الثامن بدأت تتفسخ، وهذه كانت طبعا هي وجودها كان موافقا لدخول الرومان. يعني الرومان عندما جاءوا كانت هذه الدولة في مرحلة التفسخ والضعف في العقد الثامن. تذكرون كلمة العقد الثامن؟ في حلقة ماضية تكلمنا عن لعنة العقد الثامن، وهنا تأتينا مرة أخرى لعنة العقد الثامن مرة أخرى. في نفس الفترة في العقد الثامن من هذه الدولة بدأت تضعف وبدأت تتفسخ، حتى وفي نفس الوقت جاء الرومان لتسقط هذه المملكة بعد ذلك بقليل. طبعا الرومان دخولهم لفلسطين كان في عام 63 قبل الميلاد بقيادة بومبي القائد الروماني الذي كان يحاول أن يوصل يعني الحكم الروماني إلى كل تلك المناطق في الشرق. فهاجم الرومان هذه المنطقة بكل بساطة، وأصبح بنو إسرائيل مرة أخرى بعد أن سقطت مملكتهم المستقلة أصبحوا مرة أخرى وكلاء احتلال، فصارت أن عادت الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. بمعنى أنه تلاحظون أنه بني إسرائيل في كل هذه المرحلة منذ أن توفي سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام بدأت ضعف يدب فيهم. فالضعف بدأ بتفسخ الدولة ثم انقسامهم إلى مملكتين، وهاتان المملكتان تعرضتا لغزوات الشعوب الأخرى والدول الأخرى، على رأسها طبعا كان الاحتلال الآشوري الذي أسقط المملكة الشمالية مملكة إسرائيل في الشمال، ثم جاء الاحتلال البابلي الذي أسقط المملكة الجنوبية مملكة يهودا، وأدى ذلك إلى السبي البابلي الذي ذكرناه في حلقة الماضية. الآن بعد دخول الفرس في هذه المرحلة لاحقا عادت الأمور لتأخذ طابعا جديدا، وهي أن البلاد أصبحت نهبا للاحتلال الخارجي، ولم يعد بنو إسرائيل الأقلية التي كانت قديما أسرة حاكمة، لم تعد الآن أسرة تحكم بنفسها فعليا، وإنما أصبحت عبارة عن مجموعة تحكم باسم الاحتلال وتقدم للاحتلال ما يريده من خدمات. يعني طبعا الخدمات التي يريدها الاحتلال ما هي؟ هي جمع الضرائب بالدرجة الأولى من الأراضي، ثم إعطاؤها للدولة، ثم يعني التأكد من أن الخزائن فعليا مليئة، والتأكد من أن الأراضي تحرث وتزرع بشكل كامل. هذا الذي كان يفعله بنو إسرائيل. بالمقابل كانوا يحصلون على امتيازات الحكم التي كانوا يريدونها، وهذا الأمر الآن تغير مرة أخرى عندما جاء الفرس ثم جاء اليونانيون كما ذكرنا. وفي فترة اليونانيين مع بعد بدء الضعف صارت بنو إسرائيل لهم أطماع فعليا في الحكم، وهذا الأمر جعلهم لاحقا يحكمون بأنفسهم لتتفسخ دولتهم مرة أخرى في عقدها الثامن مع قدوم الرومان، وينتهي الأمر ببني إسرائيل مرة أخرى وكلاء عن هذا الاحتلال. اللي بتلاحظه سيد الفاضل هنا أنه فكرة وكيل الاحتلال التي ارتبطت ببني إسرائيل وأصبحت يعني سمة غالبة على بني إسرائيل هي صفة مذمومة أصلا في التاريخ. لماذا؟ لأنها تعني أنك مرتبط بالاحتلال ولست صاحب رأيك، هذا أولا. ثانيا هذه النقطة كان لها دور كبير جدا في ماذا؟ في إبعاد بني إسرائيل عن المنهج الذي كانوا عليه في عهد سيدنا داود النبي عليه الصلاة والسلام. فداود عليه الصلاة والسلام لما دخلوا معه وحكموا مدينة القدس عاصمة هذه البلاد كانوا على التوحيد، وذكرنا في حلقة ماضية أن الله عز وجل أنزل عليه في الزبور كما ورد في القرآن الكريم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبالتالي الآن انتهى الصلاح من بني إسرائيل مع مرور هذه السنوات الطويلة، مع مرور أكثر من 400 سنة فعلياً سيعطى بنو إسرائيل فرصة بعد فرصة بعد فرصة،
وتتوالى عليهم الفرص، ولكنهم ضيعوها جميعا ولم يعودوا يهتمون بأكثر من أن يبقوا في هذه الأرض حكاما باسم أي احتلال. بعد 400 سنة من الفرص التي أعطيها بنو إسرائيل باعتبارهم الأمة الأولى التي كان يفترض بها أن تكون بيدها فكرة، صح التعبير، قيادة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى، ليست نبوة، يعني لا يعني ذلك أن الأنبياء هم أنبياء للبشر جميعا، لا، الأمة بأجمعها، أمة بني إسرائيل كان يفترض أن تكون قائدة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن 400 سنة وهم يعطون فرصا تلو فرص تلو فرص تلو فرص، لكنهم بعد أكثر من 400 عام سيعطون الآن الفرصة الأخيرة في العهد الروماني، وسيكون عندهم إنذار أخير يقدم إليهم ويعطى لهم قبل أن يسري عليهم قانون الاستبدال. قانون الاستبدال ذكره الله في القرآن: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذا الإنذار سيكون بإرسال 3 أنبياء دفعة واحدة. هل يا ترى سيسمع بنو إسرائيل وسيفهمون هذه الرسالة؟ في المقابل أين العرب من ذلك كله؟ العرب كانوا دائما سلبيين قبل أن ينزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه الرسالة، وقبل أن تنقل إليه هذه الرسالة إلى البشرية كلها كان العرب بعيدين تماما. من يحكمهم يقولون له أنت حاكمنا ويصفقون له، وبالتالي عندما حكمهم بنو إسرائيل صفقوا لهم، ثم عندما جاء الرومان وقبلهم اليونانيون وقبلهم الفرس وقبلهم البابليون وقبلهم الآشوريون، كلما جاء شخص صفقوا له، وكلما جاءت أمة صفقوا ورحبوا بها، ذلك لأنهم في ذلك الوقت لم يكونوا أصحاب مبدأ. لكن انظروا كيف سيتغير تاريخ العرب أمة باعتبارهم أمة عندما يأتيهم الإسلام الذي سيغير حياتهم بالكامل، عندما يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلب حياة البشرية كلها من خلال هذه الأمة. شيء عجيب، كيف يكون العرب قبل هذا التوحيد وكيف يكونون بعد هذا التوحيد؟ الدول لها سير كسير البشر، وإذا كانت الأرض فلسطين فإن سيرتها ملحمة عظيمة غير كل السير. نراكم على خير مع سيرة فلسطين.